طبعا المشروع اللي بنشتغل عليه هو عباره عن 3 برامج تستهدف الاطفال المقطعين عن الدراسه الذين تتراوح اعمارهم من 6 حتى 14 سنه. طبعا مراكزنا تمتد على رقعه جغرافيه من الشمال مخيمات اطمي حتى الجنوب معره النعمان وريفها. نحن الآن نقوم بتخريج الأطفال للبرنامج الثاني والبرنامج الثالث، حيث يعطي الطفل شهادة في نهاية البرنامج معتمدة من قبل المنظمة، ونقوم بتوزيع القرطاسية والحقيبة لكل طفل.